في مثل هذا اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك من العام التاسع للهجرة، قدم وفد من ثقيف على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأعلنوا إسلامهم، وكان سيدهم عروة بن مسعود قد جاء قبلا إلى نبينا الكريم معلنا إسلامه، ثم استأذن الرسول في الرجوع إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام، فأذن له نبينا الكريم ذلك وهو يخشى عليه، فلما رجع إليهم ودعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل فقتلوه، ثم ندموا على ذلك ورأوا أنهم لا طاقة لهم بقتال المسلمين، فبعثوا وفدهم في مثل هذا اليوم إلى المدينة المنورة معلنين إسلامهم، فقبل منهم الحبيب المصطفى ذلك، وبعث معهم أبا سفيان صخر بن حرب والمغيرة بن شعبة لتحطيم أصنامهم. تسيير الجيوش لقتال الروم. في مثل هذا اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك من العام الثاني عشر للهجرة، أرسل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه 4 جيوش لقتال الروم بقيادة يزيد بن أبي سفيان وأبي عبيدة بن الجراح، شرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص. فقام قيصر الروم هرقل بجمع أهل حمص ومن كان بها من الروم ومن كان على دينه من العرب يحمسهم ويحرضهم على قتال المسلمين، ثم رحل بعد ذلك إلى أنطاكيا فأقام بها واتخذها مقرا له، وأرسل إلى القسطنطينية طالبا سرعة موافاته بالمدد للتصدي لجيوش المسلمين. انتصار المسلمين في معركة البويب. في مثل هذا اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك من العام الثالث عشر للهجرة، انتصر المسلمون في موقعة البويب في الحيرة في العراق. أرسل الفرس جيشا بقيادة مهران بن بازان، وعبر الفرس الجسر إلى موضع يسمى البويب، ثم التقى بجيش المسلمين بقيادة المثنى بن حارثة الشيباني في قتال عنيف، وقد نصر الله المسلمين نصرا عزيزا أعاد إليهم ثقتهم في أنفسهم بعد هزيمة موقعة الجسر، وقتل في هذه المعركة عدد هائل من جنود الجيش الإمبراطوري الفارسي، وكانت هذه المعركة مقدمة لانتصار المسلمين الحاسم على الفرس في معركة القادسية. السلطان العثماني سليم الأول يدخل دمشق. في مثل هذا اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك من العام 922 هجرية، دخل السلطان العثماني سليم الأول مدينة دمشق بعد حصار دام 12 يوما، ثم مكث فيها لمدة تزيد عن الشهرين زائرا قبر السلطان صلاح الدين الأيوبي، وآمرا ببناء ضريح للمتصوف الكبير محي الدين بن عربي